إنساني أساسي. هذا مبدأ الأوروبيين والفلسطينيين وبتشاركوا فيه. فبدون المي ما في حياة، والواضح أن موضوع المي صار قضية أساسية إلها أبعاد اجتماعية واقتصادية وكمان سياسية. ففي غزة اللي عانت من آثار 3 حروب والحصار المستمر وتبعات الانقسام، صار موضوع الحصول على مياه شرب نظيفة موضوع رئيسي، خاصة أنه 96% من المياه الموجودة في غزة غير صالحة للاستخدام البشري. نسمة صادمة ومرعبة كمان، مش بس هيك، هي أكتر بقعة في فلسطين فيها كثافة سكانية، واللي هي 2 مليون نسمة على مساحة 365 كيلومتر مربع. يعني حسب توقعات الأمم المتحدة إنه ل 2020 ما رح يكون في مي صالحة للشرب. عشان هيك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سوا مع سلطة المياه الفلسطينية عم بيشتغلوا إيد بإيد ليواجهوا هذا التحدي من خلال مشاريع مختلفة، مثل بناء أبار مياه، تمديد شبكات صرف صحي، بناء محطات معالجة، وبناء محطات تحلية. قيمة هذا الدعم من 2013 صار 234 مليون يورو. ومش بس هيك، في شهر أذار الماضي بادر الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المانحة وعقدوا مؤتمر في بروكسل لدعم مشروع إنشاء محطة تحلية مركزية، وعملوا على توفير 456 مليون يورو من أصل 490 مليون يورو، يعني ما يقارب 80% من تكلفة المشروع. والاتحاد الأوروبي وفر لوحده 77 مليون يورو من المبلغ. هذا المشروع اللي راح يوفر 55 مليون متر مكعب من المي لنظيفة لقطاع غزة. سوا راح نتابع بالسنتين الجاي تنفيذ هالمشروع الكبير والمميز عشان غزة وأهلها يحصلوا على مي نظيفة وحياة أفضل. سؤال حلقتنا لليوم: متى وقعت اتفاقية الشراكة الانتقالية بشأن التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ للإجابة على السؤال بتقدروا تدخلوا على صفحتنا عبر الفيسبوك European Union and the Palestinians وكتابة إجابتكم بكومنت على الحلقة، وما تنسوا تعملوا لايك وشير لتفوزوا بجوائز قيمة مقدمة من الاتحاد الأوروبي.